مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شاركت ممثلة الصاعدة إيناس عبدلي رحلتها إلى فرنسا. إيناس وعلى غير العادة اختارت أن تسافر عبر الباخرة. كنت ما شاك زيد صباح الحمد لله صافا تري بيان. alors كيما شفتوا حطيت لكم ان ريل وحطيت لكم اليوم دو بيتي ستوري ما بنتش من البارح باسكو البارح حنا بري لو باتو وجينا بون افير اترافيرسي رحنا من الجي لمارسي ومن مارسي فيو كو جينا بالطوموبيل بالبابور اوني بارتي جوسكا سان تروبي درنا اون افير ان تور ودوكا انا في كان فوالا اون ريست ici à Cannes pour 3 jours inchallah. جوزنا من تري بيل تري بون ترافيرسي سورتو البحر كان زيد كما يقولوا كان طابلا يا با اي دو سكوس ولا والو ريان دو تو ان بلوس لو باتو اي سوبر ستابل دونك لي عندهم مال دو مير تو ما تحسوش كاع مامون على المال دو مير زعما جابت الدواء باش ترقد تو مي الا انا ما با اي بيزوان باسكو لو باتو اي سوبر ستابل دونك ما تحسوش كامل لي فاغ ان بلوس البحر كان طابلا فريمون سيتي لو طون ايتي فافورابل اي لحقنا صباح على مارسي فير 9 تاع الصباح هكذا اور الجيريان دونك 10 هنا اي ابري كنا بالطوموبيل اي رحنا اون افي سان تروبي جبنا لا جورني لابا ودوكا انا في كان قاعدين هنا 3 جوغ وانا رايحين نتعشاو دوكا الو بو فو دير دونك ركبنا في البابور نهار الخميس با البارح كوف الجير كنا في بابور باجي مختص لا بروميير فوا نركبو فيه اي فريمون ايلي انكرويابلمون لعرض اعلاناتكم على باخه باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام